وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف جرمين إبراهيم مراسل التلفزيون المصري مباشرة من كنيسة قصر دبرة. جرمين، صفي لنا الأجواء لديك وأجواء الاحتفال. بعد التحية، كل عام وكل المصريين بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ونتابع معكم من قلب كنيسة قصر الدبارة الإنجيلية الاحتفالات الذي انتهت منذ قليل في إطار احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد تحت هذا العام تحت عنوان فرح الميلاد وسط الأزمات. هذه الاحتفالية التي انطلقت بقيادة القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وبحضور كبير من شعب الكنيسة الإنجيلية والمهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العامة. إذا تحدثنا عن برنامج الاحتفالية فقد تضمن عدد كبير من الفقرات، منها صلاة افتتاحية وفقرة للترانيم الخاصة بعيد الميلاد المجيد، ومن أشهر هذه الترانيم المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أيضا كان هناك فقرة قراءة كتابية وأيضا كلمات ختامية وكلمات شكر من القس موريس القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وأيضا القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة. تضمنت هذه الكلمات التأكيد على أهمية الفرح وسط الأزمات، وسط أيضا ما يعطي الله من سلام في كل هذه الأزمات التي تمر بها المنطقة ويمر بها العالم. أيضا إذا تحدثنا عن الأجواء هنا فكانت أجواء احتفالية بشكل كبير من الحاضرين ومن المهنئين من مختلف الأطياف الذين جاءوا للمشاركة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأيضا تزينت الكنيسة الإنجيلية هنا في قصر الدبارة بالأضواء وبشجرة عيد الميلاد، وأيضا تم تخصيص ركن لإقامة المزود وهو محاكاة للمكان الذي ولد فيه السيد المسيح. الجميع جاءوا للتشارك الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكل عام وكل المصريين بخير وسلام. جزيل الشكر لك جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من كنيسة قصر الدبارة، وكل عام والجميع بألف خير.